لا تنسوا ضغط زر تتبع القناة وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تشاهدون الآن مسرحية أنتيغون الجزء السابع. الحارس: زعيم، يمكنك أن تسأل الآخرين، لقد أخرجنا الجثة بعد عودتي، لكن بسبب الشمس الحارقة بدأت تفوح منها رائحة كريهة، لهذا جلسنا فوق مرتفع صغير ليس ببعيد لنكون جالسين في الرياح. قلنا لأنفسنا أنه في وضح النهار لن يحدث أي شيء، لكننا قررنا أنه لنكون متأكدين أكثر أن واحدا منا، نحن الثلاثة، سيبقى دائما ينظر إلى الجثة، لكن مع الثانية عشر زوالا والشمس ساطعة ثم مع الرائحة الكريهة التي تتصاعد منذ أن هدأت الرياح، كان ما حدث صدمة قوية. حاولت جاهدا إبقاء عيني مفتوحتين جيدا، كانتا ترتعدان مثل الهلام، لم أعد أرى شيئا. ذهبت إلى زميلي وطلبت منه تبغا لإمضاء هذا الوقت، وفي اللحظة التي أمضغه فيها يا زعيم، في اللحظة التي أقول له شكرا أستدير، كانت هناك تنبش الأرض بيديها في وضح النهار. لابد أنها كانت تعتقد أننا لم نكن نستطيع رؤيتها، وعندما رأتني أركض نحوها أتظن أنها توقفت أو أنها ربما حاولت أن تهرب؟ لا، أكملت ما تفعله بكل قواها وبأكبر سرعة تستطيعها، كما لو أنها لم تراني أصل. وعندما أمسكتها قاومتني مثل شيطانة، أرادت الاستمرار فيما تفعله، صرخت أن أتركها وأن الجثة لا زالت لم تغطى تماما. كريون قال لي أنتيغون: هل هذا صحيح؟ أنتيغون: نعم هذا صحيح. الحارس: لقد أزلنا التراب عن الجثة بالطبع، ثم أكملنا المناوبة دون أن نتحدث عن أي شيء، وأتينا لنجلبها لك يا زعيم، هذا ما في الأمر. كريون: وتلك الليلة في المرة الأولى أكنت أنت أيضا من فعل ذلك؟ أنتيغون: نعم كنت أنا، استعملت مجرفة حديدية صغيرة كنا نستخدمها في صنع القلاع الرملية على الشاطئ خلال العطلة، كانت بالتحديد مجرفة بولينيس، كان قد نقش اسمه على قبضة نصلها، لهذا السبب تركتها بجانبه، لكنهم أخذوها. إذا في المرة الثانية إذ اضطررت إلى إعادة الكرة بيدي. الحارس: كان الأمر يبدو كعمل حيوان صغير يحفر، رأينا ذلك حتى من النظرة الأولى ومع الهواء الساخن الذي يرتجف. قال الزميل: لا لا إنه حيوان. قلت له: أهذا ما تعتقد؟ إنه عمل متقن ليكون عمل حيوان، إنها فتاة. كريون: حسنا إذا ربما سنطلب منكم تقريرا فيما بعد، لكن حاليا اتركوني بمفردي معها.
قد هؤلاء الرجال إلى ذلك الركن يا صغير، واحرص على أن يبقى وجودهم هنا سريا إلى أن أعود لرؤيتهم. الحارس: هل ينبغي أن نضع لها الأصفاد مرة أخرى يا زعيم؟ كريون: لا. خرج الحراس مسبوقين بالخادم الملكي الصغير. بقي كريون وأنتيغون بمفردهم يواجهان بعضهما البعض. كريون: هل تحدثت عن مشروعك هذا لأحد ما؟ أنتيغون: لا. كريون: هل التقيت بأحدهم في طريقك؟ أنتيغون: لا، لا أحد. كريون: هل أنت واثقة؟ أنتيغون: نعم. كريون: إذن أنصتي، ستعودين إلى غرفتك، ستنامين، ستقولين أنك مريضة وأنك لم تخرجي منذ البارحة. مربيتك ستقول هذا أيضا. سأحرص على جعل هؤلاء الرجال الثلاثة يختفون. أنتيغون: لماذا؟ وأنت تعرف جيدا أنني سأعيد الكرة. عم الصمت. بقيا ينظران إلى بعضهما البعض. كريون: لماذا حاولت دفن أخيك؟ أنتيغون: لأنه كان يجب علي ذلك. كريون: لقد حرمت ذلك. أنتيغون تقول بصوت منخفض: توجب علي فعل هذا رغم ذلك. أولئك الذين لا ندفنهم يهومون تائهين إلى الأبد دون أن يجدوا أي راحة. إن كان أخي لا زال حيا وعاد إلى المنزل متعبا للغاية من رحلة صيد طويلة، كنت لأزيل له حذاءه ولأعطيه بعض الطعام ليأكله ولأجهز له سريره. الآن بولينيس أكمل رحلة صيده، سيعود إلى المنزل الذي ينتظره فيه أبي وأمي وإتيوكل أيضا. يحق له أن يستريح. كريون: كان ابنا عاصيا وخائنا، أنت تعرفين ذلك. أنتيغون: كان أخي. كريون: هل سمعت القانون يعلن في مفترق الطرقات؟ هل قرأت الإعلان الملصق على جميع جدران المدينة؟ أنتيغون: نعم. كريون: هل كنت تعرفين الجزاء الموعود لأي شخص مهما يكن إن تجرأ على القيام بطقوس الجنازة لأخيك؟ أنتيغون: نعم، كنت أعرف. كريون: ربما اعتقدت أنه لأنك ابنة أوديب، لأنك ابنة مفخرة أوديب، أنك فوق القانون. أنتيغون: لا، لم أعتقد هذا. كريون: القانون عمل أساسا من أجلك أنت يا أنتيغون، القانون عمل أساسا من أجل بنات الملوك. أنتيغون: حتى ولو كنت مجرد خادمة تقوم بغسل الأواني، إن سمعت القانون يقرأ لكنت مسحت المياه الدسمة من يدي، وكنت لأخرج وأنا لازلت أرتدي وزرتي لأذهب لدفن أخي. كريون: هذا غير صحيح. إن كنت مجرد خادمة لم تكوني لتشكي في أنك ستعدمين، وكنت لتبقي لتبكي على موت أخيك في منزلك، لكنك قلت لنفسك أنك من دماء ملكية، أنك ابنة أختي
وخطيبة ابني، وأنه مهما حدث لم أكن لأتجرأ على إعدامك. أنتيغون، أنت مخطئ، بالعكس كنت متأكدة من أنك ستعدمني. كريون ينظر إليها ويهمس فجأة. غرور أوديب، أنت غرور أوديب. نعم، الآن وقد وجدته في أعماق عينيك، أنا أصدقك. لابد أنك اعتقدت أنني سأقتلك، وهذا يبدو بالنسبة إليك نهاية طبيعية جدا أيتها المغرورة. حتى أبوك كان مثل ذلك. لا أتحدث عن السعادة، المسألة وكل ما فيها أن الحزن البشري كان قليلا بالنسبة إليكما. المشاعر البشرية تحرج عائلتكما، تحتاجون إلى مواجهة القدر والموت. وأن يقتل أوديب أباه وينام مع أمه، ثم أن يعرف ذلك بعد أن فعلها كلمة بكلمة. هي له من مشروب لذيذ، ها، الكلمات التي تدينكم، وكم نحب شربه حتى نرتوي عندما يكون اسمنا أوديب أو أنتيغون. وأسهل شيء قد تفعله بعدها هو أن تثقب عينيك وتذهب لتتسول مع أبنائك على الطرقات. لا لا، تلك الأوقات قد ولت بالنسبة لطيبة. يحق الآن لطيبة بأن تحظى بأمير بدون ماض. أنا اسمي فقط كريون، حمدا لله. قدماي تلمسان الأرض ويداي محشوتان داخل جيوبي، ولأنني ملك لديه طموح أقل من طموح أبيك، عزمت أن أعمل ببساطة على جعل نظام هذا العالم أقل جنونا إن كان ذلك ممكنا. وهذه ليست مغامرة، إنها وظيفة أقوم بها كل يوم، وليست دائما ممتعة مثل جميع الوظائف الأخرى، ولكن بما أنني موجود هنا لأقوم بها، إذن سأقوم بها. وإن نزل مرسال قذر غدا من أعماق الجبال ليعلن لي أنه ليس واثقا جدا من أصولي، سأتوسل إليه ببساطة لأن يعود من حيث أتى. ولن أبدأ بسبب أمر تافه كهذا أتكبر على خالتك وأجعل نفسي أقارن التواريخ. الملوك لديه أمور أخرى يقومون بها غير الأمور الشخصية المثيرة للشفقة يا ابنتي الصغيرة. كان واقفا بجانبها وأمسك بذراعها. إذن أنصتي إلي جيدا، أنت أنتيغون، أنت ابنة أوديب، لكنك لا زال عمرك 20 سنة فقط، وكل ما حدث سيحل عما قريب بسهولة، وذلك بعقابك بخبز جاف وصفعتين. ينظر إليها مبتسما. تعتقدين أنني حقا سأقتلك؟ هل نظرت إلى نفسك يا عصفورتي؟ أنت نحيفة جدا. اسمني قليلا قبلها حتى تلدي طفلا بدينا لهيمون. طيبة تحتاج إلى شيء أكثر من موتك، أؤكد لك ذلك. ستعودين إلى غرفتك على الفور، ستفعلين ما قلت لك، وستكتمين الأمر سرا، وأنا سأتكلف بالحرص على صمت الآخرين. هيا اذهبي ولا ترمقيني بتلك النظرة الساخطة. أنت تعتبرينني همجيا، هذا واضح، ولابد أنك تعتقدين أنني بالتأكيد تافه جدا، ولكنني أحبك جدا رغم ذلك، بالرغم من طابعك القذر. لا تنسي أنني كنت من اشترى لك دميتك الأولى، لم يمر الكثير على ذلك الوقت. لا تجيبه أنتيغون، تبدأ بالرحيل، يوقفها. كريون، أنتيغون، الباب الآخر هو الذي يؤدي إلى غرفتك، إلى أين أنت ذاهبة من هناك؟ أنتيغون،
توقفت وتجيبه بصوت منخفض وخال من أي تباه. أنت تعرف جيدا إلى أين؟ عم الصمت. يبقيان واقفان ينظران إلى بعضهما البعض. كريون يتمتم إلى نفسه: أي لعبة تلعبين؟ أنتيغون: أنا لا ألعب. كريون: ألا تفهمين إذن أنه إن عرف لاحقا شخص آخر ما حاولت فعله، بالإضافة إلى أولئك الهمجيين الثلاثة، فإنني سأصير مضطرا إلى إعدامك؟ إن كتمت ما حدث الآن، إن تركت حماقتك هذه، لدي فرصة لإنقاذك، لكن لن تبقى لدي هذه الفرصة بعد 5 دقائق من الآن. هل تفهمين؟ أنتيغون: يجب علي أن أذهب لدفن أخي الذي أخرجه أولئك الرجال. كريون: ستعودين للقيام بذلك العمل الجنوني؟ هناك حراس آخرون حول جثة بولينيس، وحتى إن نجحت في دفنه مرة أخرى سنخرج الجثة. أنت تعرفين هذا جيدا. ما الذي تستطيعين فعله إذن غير أن تكسري أظافرك مرة أخرى وأن تعتقلي؟ أنتيغون: لا أستطيع فعل أي شيء آخر، أعرف ذلك، لكن على الأقل أستطيع فعل هذا، وينبغي على المرء القيام بما يستطيع فعله. كريون: إذن أنت تؤمنين حقا بقواعد الدفن تلك؟ بأن طيف أخيك مدان بأن يهيم تائها إلى الأبد إن لم ترمي على جثته القليل من التراب مع كلمات الكاهن؟ هل سبق أن سمعت كهنة الطيبة يتلون تلك الكلمات؟ هل رأيت أولئك الموظفين المساكين والمتعبين يختصرون الحركات ويبتلعون الكلمات ويسرعون في قول كلمة ليقولوا كلمة أخرى حتى ينتهوا قبل وجبة الغداء؟ أنتيغون: نعم، لقد رأيتهم. كريون: هل سبق أن فكرت إذن أنه إن كان هناك شخص تحبينه حقا ميت وسط ذلك الصندوق، أنك ستبدأين بالصراخ فجأة، أن تصرخي بأن يخرسوا ويرحلوا؟ أنتيغون: نعم، سبق أن فكرت في ذلك. كريون: والآن تجازفين بحياتك لأنني رفضت منح أخيك جواز المرور التافه ذلك، تلك التمتمة المستمرة على جثمانه، ذلك التمثيل الصامت الذي كنت لتكوني أول من يشعر بالخزي والألم إن قاموا به. الأمر جنوني. أنتيغون: نعم، إنه جنوني. كريون: لماذا تفعلين هذا إذن؟ من أجل الآخرين؟ من أجل أولئك الذين يؤمنون بذلك؟ لتحرضيهم ضدي؟ أنتيغون: لا. كريون: إن لم يكن الأمر من أجل الآخرين ولا من أجل أخيك، من أجل من تفعلين ذلك؟ أنتيغون: من أجل لا أحد، من أجلي أنا.